يكن تباين المواقف السياسية والأجندات الإقليمية لدول الجوار الليبي خافياً على أحد، والإدراك الليبي لهذا التباين هو ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للجوء إلى الجزائر مؤخراً للاستقواء بموقفها الرافض لتمديد المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. هذه المحاولة على ما يبدو نجحت في التأثير على الرئيس الجزائري الطامح إلى إعادة قراءة أكثر صرامة للخارطة السياسية والأمنية المحيطة ببلاده، آملاً في مراجعة تمركزها في أزمات المنطقة. في حوار متلفز جدد الرئيس الجزائري تبون استمرار اعتراف بلاده بحكومة دبيبة، وشدد رفضه لخطوة مجلس النواب تعيين حكومة فتح بشاغة، مشيرا إلى عدم إمكانية تطبيق أي حل سياسي في ليبيا دون استشارة ومشاركة الجزائر، ومنتقدا في الوقت ذاته محاولة بعض الدول التي لم يسمها فرض خيارات سياسية خارج إطار الشرعية الدولية. تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة مشاهدين الكرام عبد المجيد تبون، مآلاتها وتوقيتها، ولماذا جاءت الآن بعد يوم أو يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر، وكيف يمكن ربطها مع تحركات الجيش الجزائري ودعوات رئيس أركان الجيش الجزائري للتحرك على الحدود الجزائرية الليبية ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر والترقب الأمني؟ كل هذه النقاط ستكون هي محور النقاش في حلقة اليوم اللايف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كامل الحلقة اليوم ستخصص لهذه التصريحات، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من بنغازي مع الدكتور محمد المصباحي وهو رئيس مركز تمكين للدراسات بالصوت والصورة. مرحبا دكتور، وأيضا أرحب بسيد رضوى الفتوري الباحث السياسي معي كذلك بالصوت والصورة من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا لوجودكما معي في هذه الحلقة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش وأن نسأل الأسئلة الضرورية والملحة عن مآلات وانعكاسات هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نتابع أولا هذا التقرير. ما بين داعم لمعسكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أو مساند لمعسكر منافسه المعين بمبادرة من مجلس النواب فتح بشاغة، بدأت مواقف دول الجوار الليبي في التبلور صراحة. فعلى إثر الموقف المصري الذي يرى البعض أنه دفع تجاه تعيين حكومة بشاغة، أطل بالأمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعبر شاشة التلفزة الجزائرية الرسمية ليعلن استمرار الجزائر في الاعتراف بحكومة دبيبة ورفضها لخطوة مجلس النواب تعيين حكومة موازية بقيادة بشاغة. تصريح تبون كشف عن خلافات في المواقف مع بعض الدول بشأن الأزمة في ليبيا، حيث أكد الرئيس الجزائري أن الجزائر ملتزمة ومتمسكة في إطار الشرعية الدولية بدعم الحكومة المعترف بها دوليا، مشددا على رفضه لما وصفها بالخطوة الانفرادية التي هندستها مصر لتعيين حكومة فتح بشاغة، ومعتبرا أن المخرج الوحيد من المأزق الراهن يكمن في توجه الليبيين لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم. تصريحات الرئيس الجزائري اتخذت منحا عمليا يشير إلى أن الجزائر عازمة على تعزيز دورها، ففي موقف متناغم مع موقف تبون الذي أكد على أهمية الدور المحوري لبلاده في محيطها الإقليمي. أمر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعد شنقريحة أفراد جيشه من المرابطين على الحدود مع ليبيا برفع درجة اليقظة والحذر لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة التي وصفها بالحساسة. منحا ليس بالجديد، فتبين مواقف دول الجوار بشأن الأحداث المتصاعدة في ليبيا يعبر بطبيعة الحال عن مصالحها وما ترتئيه، لكن ما يهم الليبيين هو مدى وشكل التأثير الذي قد تخلفه هذه المواقف على سير الأحوال في بلاد يرى قدماء الدبلوماسية الجزائرية أن أمن بلادهم القومي يبدأ منها.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مباشرة إلى مدينة بنغازي مع الدكتور محمد المصباحي رئيس مركز تمكين للدراسات. لماذا رأى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يخرج بهذا التصريح؟ أولا مساء الخير لحضرتك ولأستاذ فاضل رضوان الفتوري وإلى قناة 218 نيوز ولكل متابعين يعني أستاذ. أعتقد أن تقريركم هو شافي لكثير من الأشياء التي تدور في أذهان كل من يريد أن يتحدث في هذا الشأن وهو الشأن الليبي بشكل عام وخاصة في المتغيرات اللي كذا شيء بالشيء يذكر منذ السنة الماضية في نفس الشهر شهر رمضان المبارك كان السيد الرئيس عبد المجيد تبون يدعو إلى احترام إرادة الشعب الليبي عندما استبعدت البعثة الأممية الجزائر من حضور برلين واحد وبرلين التي كانت مقرر أن تنشي حكومة الوحدة الوطنية والاندماج السياسي الذي تم في ليبيا برعاية أممية. كانت الجزائر مبعدة على هذا الملف وكان تصريحات الرئيس الجزائري تدعو إلى الانتخابات وتدعو إلى دعم الشعب الليبي وتدعو إلى 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 إلى, إلى احترام إرادة الشعب الليبي الذي هو أصل الجيرة وأصل التقارب وهو لكن مؤتمن أو الذي نحن نعول عليه من أهلنا في الجزائر، الجزائر التاريخ الذي يربطنا بها عبر تاريخ الجهاد وعبر تاريخ رفض الاستعمار ومحاربة الاستعمار سواء كان هذا الاستعمار الفرنسي أو الإيطالي في ذلك الوقت، وما قدموه الليبيين من 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 من, من قوافل للتضحية إلى جانب إخوتهم في وأهلهم في الجزائر وهذا بدون جميل. لكن أعتقد أن 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 رؤية السيد الرئيس عبد العزيز تبون يريد أن يدخل بشكل واضح في الأزمة الليبية بعيدا عن موضوع كل الليبيين وبعيدا على كذا، وبالتالي انحاز إلى طرف، هذا الطرف الذي في يوم من الأيام كان السيد عبد المجيد تبون أو السيد الرئيس عبد المجيد تبون يعتبر أن هذا الإجراء هو إجراء مخالف، وهذه بتصريحات التي عقدها في أكثر مرة في رمضان الماضي في 2020 و2021. أعتقد أن نحن محتاجين إلى أن نستوعب هذا الموضوع، والشيء بالشيء يذكر ما تفضل به السيد الفريق محمد الحداد منذ يومين عندما ظهر يعني وتغراقله كل وسائل الإعلام عندما ظهر منفعلا في اجتماع للحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، تبين حقيقة ما صرح به اليوم السيد الأمس السيد الرئيس عبد المجيد تبون هو حقيقة التخوفات التي أظهرها الفريق محمد الحداد، والذي كنا نستغرب لماذا هذا الانفعال ولماذا هذا كذا، ولكن الحقيقة بانت أمس من تصريحات السيد الرئيس الذي يبين انحيازه لطرف. المساحة الأكبر الآن من الحدود الجزائرية الليبية هي الآن تحت سيطرة حكومة السيد فتحي باشا آغا المنتخبة من البرلمان، نفس البرلمان الذي اعتمد حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. أعتقد نحن يعني بعيدا عن شخصرة الأسماء وبعيدا على ما هذا وذاك، نحن نتكلم على وضعية اختيارات الحكومة. حكومة السيد عبد الحميد بيبة كنا صفقنا لها واعتبرناها أن حكومة ستنهي الانقسام في ليبيا، هذه الحكومة التي زكاها المجتمع الدولي ورحبوا بها الليبيين ونحن منهم على هذا الإطار، في إطار أن هذه الحكومة ستوصلنا إلى انتخابات 24 ديسمبر التي هي غاية الليبيين وهي حقيقة الليبيين إنهاء المراحل الانتقالية. طيب ابقى معي دكتور محمد، ولكن نشرك معنا في النقاش سيد رضوان الفتوري البحث السياسي معي أيضا بصوت وصورة من العاصمة اللبنانية بيروت. أنا أريد أن أسمع رأيا ابتدائيا منك سيد رضوان، وأيضا نريد أن نتقدم خطوة في النقاش ونتناول جزئية مهمة جدا تحدث عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أو أشار إليها في معرض حديثه عن الموقف الجزائري الرسمي من الحالة الليبية، تحدث عن الشرعية الدولية وجعلها نقطة ارتكاز في مسألة تبني موقف الجزائر لموقف أو رأي داعم لحكومة الوحدة الوطنية. كيف يمكن فهم العلاقة ما بين الشرعية الداخلية والشرعية الدولية أيضا؟ نعم تحياتي استطلاعها وتحياتي للدكتور محمد وللسادة المشاهدين. أولا لا يخفى على أحد أن الجزائر قد تكون هادئة
ظاهريا، لكنها المسرح السياسي والعسكري يعج بالمتناقضات، وأيضا الجزائر تحكمها المجموعات المتطرفة بزي عسكري. يعني لو لاحظنا باغتيال الرئيس محمد بوضياف في يونيو 92 وهو كان يخطب على المنصة، وحطوا له بهكي قنبلة تحت الكرسي، من وقتها وهي الجزائر مختطفة. إذن رقم واحد، لا يتشدق علينا أحد بالشرعية وغير الشرعية. ثم عندما يصف نفسه أنه دولة عظمى، هذا الرئيس فلاديمير تبون، يعني لا أدري عظمى على أي ركائز. يعني هو نسى الصحراء الغربية، نسى رفض فرنسا لمجرد اعتذار لقتل أكثر من مليون جزائري، والآن يقول لك دولة عظمى ويتدخل بأحشان الليبي. طيب، هو احنا بما أننا نتناول يعني موضوع الجزائر، والجزائر دولة شقيقة، فبالتالي أعتقد أنه من الصائب ومن الضروري أيضا أن نفرق ما بين الموقف الرسمي الجزائري الذي يمثله الرئيس عاد نجيب تبون، هو رئيس منتخب طبعا لكل الجزائريين، وما بين الجزائر التاريخ والجزائر الجغرافيا وجزائر الشعب. وهذا ما كنت سأضيفه استطاع. أن هنا أتحدث عن النظام الحاكم ولا أتحدث عن الشعب الجزائري الكريم البطل المجاهد. أما بالنسبة لزيارة دبيبة، طبعا عندما فقد معظم التأييد من الداخل لجأ للورقة الأخيرة. زيارته هي زيارة توسل للمساعدة، زيارة طلب رجاء لبقائه في الحكم، وأيضا عندما يتشدق علينا هذا الرئيس بأنه يعترف بدبيبة وما يعترف، معناها يا ليبيين أنتم لا شيء أمامنا، ولا نعتد بإرادتكم ولا نعتد ببرلمانكم اللي أصدر حكومة جديدة، وأنتم وكل إرادتكم التي متمثلة في الجنوب الليبي والشرق الليبي ومعظم أطياف وتركيبات النسيج الليبي الآن تدعم فتحي بشاغة. يعني طز فيكم أيها الليبيين، وعفوا ب 80%، وأهلا بدبيبة. وأيضا ماذا فعلت بيبة؟ جلب أقطاب الإرهاب من العالم، هذا بالحج، أليس مطلوب دوليا ومحليا؟ طيب، على أي أساس استقبل بهذه الحفاوة؟ واضح جدا. أنا أريد أتوجه الآن لنستمع إلى بعض ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في معرض حديثه عن الحالة الليبية، نتابع جانبا من التصريحات مشاهدينا الكرام، ونعود لنحلل أكثر هذه التصريحات، لماذا أدلى بها عبد المجيد تبون، وإلى أي مدى هي بالإمكان أن تترجم كواقع عملي على الأرض. نتابع التصريحات. الشقاء الليبيين طالبين منا باش ننظم مؤتمر دولي، والجزائر رفضت؟ ما رفضنا، ما قبلنا، ندرسوا في الأوضاع، هل باش الجزائر تدخل في مؤتمر وتفشل؟ هذه ما نديروش، أنا نشوفه نوزنه، لكن نشوف باللي فيه مؤشرات تاع نجاح نديروها، لا فيه مؤشرات تاع تفريقة تاع الدول العربية والدول، ما ندير احناش كاع الشيء اللي يفرق الدول العربية ما ندخلش فيه، قلناها. أنا تشردم احنا تاع الدول العربيه ما يعني منزعجين منه، احنا نحاولوا نلموا الشمل، وبغيناش ندخلوا في التفريق. احنا فيه بعض الفاعلين في ليبيا طلبوا باش قلت لهم ما التفريق لا اجماعي، التفريق لا شيش فيها. سيد الرئيس في على هذا الاساس اسمح لي اللي سيد بيبا اقترحوا، هما داروا يعني كيشور قانون بداية لتنظيم هذا المؤتمر وتنظيم الانتخابات وكذا، باش على كل الناس تقرا على رأيه، هو ما فيش حل آخر. احنا الكلام مع الناس للدول اللي
عندنا اتصال بها في هذا الشأن. طيب. عارفين موقف تاع الجزائر. طيب هذا كلام أو جانب من كلام رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أشار إلى جزئية أراها في غاية الأهمية، وهي ما قام به عبد الحميد دبيبة من خطوات يراها طبعا عبد الحميد دبيبة أن خطوات جادة في سبيل إجراء الانتخابات، وكأن الرئيس الجزائري يؤكد عليها. وأنا هذه النقطة أحيلها للدكتور محمد المصباحي. دكتور محمد، رئيس الجزائري تحدث عن الخطوات اللي أقدم عليها عبد الحميد دبيبة لإجراء الانتخابات، لكن الكل يعلم أنه لا توجد هناك أي فرصة لأن تنظم الحكومة الانتخابات، لأن الحكومة لا تضع القوانين ولا تضع التشريعات، إنما تطبقها فقط. في إشكالية فهم هنا. والأكثر من ذلك أستاذ طه، أن 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 حدد آلية الانتخابات، يعني هو برلمان فقط، تكلم عن الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية السيد الرئيس عبد المجيد. يعني هناك اتجاه كامل وانخراط كامل في مشروع معين، وهو مشروع عزل سلطة الرئاسة الآن في الانتخابات الليبية، وهذا ما يطالب به الليبيين. يعني السيد الرئيس تكلم مباشرة عن الانتخابات البرلمانية. الآن لما نتكلم عن موضوع الانتخابات والخطوات الجادة التي أقدم عليها الرئيس عبد السيد عبد الحميد دبيبة، عبد الحميد دبيبة مثل عند المفوضين عند الانتخابات في يوم من الأيام القوى القاهرة التي منعت الانتخابات في 24 ديسمبر بترشحه خلاف للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه والتعهد من شأنه على أساس أن يكون كان أحد الأطراف الرئيسية في موضوع القوى القاهرة التي عقدت الانتخابات. القوى القاهرة وهذه الحكومة التي أنشئت في بحكومة بقرار أممي وب 75 شخص اجتمعوا في برلين، اختارتهم الأمم المتحدة واختارت من بينهم، حتى يذكرني أمس أحد الأصدقاء بأن احنا في الامتحانات الابتدائية لما يبدأ في حد عندك حد قريب ولا في قاضي عند محكمة ولا عند كذا يتنحى من له الرأي. إلا السيد عبد الحميد دبيبة جاء رئيس للحكومة وعمه وهو مسؤول الأول في العائلة على أساس يكون هو وهو أحد أعضاء 75 المؤثرين في 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 برلين واحد واثنين وتونس. أعتقد أن هذا الموضوع يعني يريد به الليبيين فاهمين كويس أن موضوع الانتخابات من كان وراء سبب تأجيلها وألغاها. الليبيين انخرطوا في برلمان في قانون رقم واحد والقانون رقم اثنين الذي أقرهم البرلمان بعيوبهم ولا مش بعيوبهم، هم النتيجة أن تصل بنا إلى الانتخابات والانتخابات التي يريدها الليبيون، ودي العدالة كانت تسجيل أكثر من 3 مليون إيه يبدو ناخر. ويبدو أيضا أنه ليس معترفا بخطوات مجلس النواب أو بالشرعية التي ينطلق منها مجلس النواب في خطواته. نعم صحيح، وهذا الدليل على أنه هو يعني انخراط كامل في موضوع في آلية الانتخابات وفي توجهها. والآن هي أصلا البعثة الأممية والتي تمثل الأمم المتحدة وتمثل الشرعية الدولية في ليبيا إلى عند الآن لم تنفي صفة الاختيار الصحيح لحكومة أو ربما في نقطة، لأنه احنا الآن نفكر بصوت عالي، أو ربما يكون هذا الكلام هو قيل له من عبد الحميد دبيبة، لأنه قبل يومين عبد الحميد دبيبة كان جلس معاه في العاصمة الجزائرية، فبالتالي ممكن يكون قال له والله أنا راه أقدمت على مجموعة من الخطوات وحندير انتخابات برلمانية. فالرئيس تبون قد يكون نقل هذا الكلام بناء على ما قاله دبيبة، ممكن، وهذا ما أردت أقوله. يعني أعتقد أن الفكرة، وأنا ربطت في بداية حديثي الأول أن التصريح الذي صدر وأنا مازلت مصر عليه من السيد الفريق محمد الحداد وطريقة الكلام اللي قاله أن هناك محاولة إلى جر البلاد إلى حرب من جديد، أعتقد أن هذا ما دار في كواليس اللقاء في ما بين السيد عبد الحميد دبيبة وبين القيادة الجزائرية. وأعتقد أن نحن نتمنى، وأشير إلى كلام حضرتك في الأول، أن نحن والشعب الجزائري أهل وإخوة، ونتمنى أن القيادة الجزائرية تكون في 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 مستوى تطلعات الشعب الجزائري في موضوع القرب من الشعب الليبي والانحياز لإرادة الليبيين وليس الانحياز لرأي طرف مهما كان هذا الطرف. طيب الجانب الآخر نتابع الجانب الآخر الآن مما قاله الرئيس عبد المجيد تبون قبل أن ننتقل بالنقاش إلى ضيوفي سيد رضوان وأيضا أحمد المهدوي معي عبر الهاتف. شوفوا أيضا ما قاله عبد المجيد تبون في الجانب الآخر. نشوف.
حول مواضيع واضحة. بالنسبة لليبيا الموقف تاع الجزائر هاد الأيام يكاد يكون مخالف لبعض المواقف. احنا كنا قاع ماشيين في موقف واحد، ولكن تعينت حكومة أخرى. الحكومة اللي عندها الشرعية الدولية هي نتاع السيد بيبا. الحكومة الأخرى تقرت من طرف مجلس وطني عندهم كذا وباش ينصبوا رئيس حكومة آخر. احنا نمشوا مع الشرعية الدولية، الشرعية الدولية، وما كان شيء آخر من غير الشرعية الدولية. قلناها ونزيد نكررها حتى تصوبها كاع الناس، ما فيش حل القضية الليبية بدون الرجوع للشعب. إذن هذا الجانب الآخر مما قاله الرئيس عبد المجيد تبون. سيد رضوان يكاد يكون مخالفا لبعض المواقف، هكذا يقول الرئيس عبد المجيد تبون، يقول موقف الجزائر يكاد يكون مخالفا لبعض المواقف في معرض حديثه عن تشكيل حكومة جديدة واختيار مجلس النواب لحكومة فتحي بشاغة في إطار التوافق الليبي الليبي الذي حصل من دون أي دعم دولي. إلى من يشير؟ خلينا نسألك بشكل أوضح، هل يشير إلى المصريين؟ والتوانسة. والتوانسة. مصر وتونس. صحيح. مصر وتونس مثال قوي على مؤامرة الخوان اللامسلمين على هذه الشعوب. مصر إذا كان هناك فعلا كما قيل دولة عظمى في الوطن العربي في الشمال الأفريقي فهي مصر، لأنها اقتلعت هذه الجماعات من جذورهم ورجعت مصر للتطور والاقتصاد ولصدارة الدول العربية. أيضا بالنسبة للشقيقة تونس قطعت شوطا هائلا في اقتلاع هذه المجموعة المارقة. الآن العين على ليبيا يا أستاذ طه. الآن الجزائر ليس بجديد عنها، فعندما كان جيشنا البطل على تخوم طرابلس أثرت عدة تصريحات أن طرابلس خط أحمر. أنت شن دخلك في طرابلس؟ هذا شأن داخلي. وبعدين الجيش الآن أهلنا، جل أهلنا في المنطقة الغربية أدركوا أن دخول الجيش إلى العاصمة كان لاستئصال هذا الورم. انسحب الجيش يا طه. ماذا حدث؟ ميليشيات، خطف، جرائم، تهريب. لعند أمس، لعند أمس لولا لطف الله سبحانه وتعالى كانت مصفاة الزاوية انفجرت، وأنسى حاجة اسمها مدينة الزاوية وأنسى الزاويين. فلذلك لا وشنو والأدهى والأمر يا طه، معلش نحكي ونفضفض. الأدهى والأمر إن البيبة يصفها يقول لك لعب عيال وخلاف عائلة. أي لعب عيال يا رجل؟ حوالي 5 قتلى وجرحى وحرق بيوت تقول لعب عيال؟ طيب. إذن أنت سيدة بيبة مش قادر تسيطر على منطقة تبعد عنك 400 كيلو. تبي تمشي لحقول النفط اللي تبعد عنك 600 كيلو وتبي تحررها 40 كيلو، 40 مش 400، 40. نعم 40 بين الزاوية وطرابلس. 40 كيلو قلت لك، 40 كيلو يبي يمشي مسافة 600 كيلو باش يحرر. خلينا نسمع رأي السيد أحمد. طيب يعني طيب انا نعدل في الوقت بين حضراتكم. عندي السيد احمد المهدوي ينتظر عبر الخط الهاتفي، شكرا طبعا لوجوده معنا. لماذا راى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان يتبنى موقفا داعما لحكومه الدبيبه على حساب حكومه بشاغه؟ احمد تحياتي يا استاذ طه وتحياتي لضيوفك الكرام ومشاهديك. نعم هو شوف مش الموقف، يعني موقف الجزائر ليس بجديد، يعني رأينا هذا الموقف من قبل، يعني وقفت الجزائر مع فايز السراج. يعني أنا استغرب عندما قال نحن حريصون على أن يكون أي شيء يصدر في ليبيا يعني خيار الشعب الليبي، وكأن ما حدث الآن يعني حكومة الدبيبة هي خيار الشعب الليبي. أبدا، حكومة الدبيبة ليست خيار الشعب الليبي، هذه الحكومة فرضت. وعندما يتحدث عن الشرعية الدولية هي أي شرعية دولية؟ نحن نتحدث عن 21 يوليو انتهاء لهذه الشرعية. فأعتقد بأن ما يحدث في ليبيا هو شأن داخلي ليبي، وهنا عندما نتكلم حتى
مبادئ انشاء الامم المتحده واي اتفاق عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. هذه هي الروابط اللي تربط الدول فيما بينها. يعني السيد تبون عند استعراضه للقوه هو يستعرض في قوته وكان يريد ان يقول لدينا القوه العسكريه لمجابهه اي شيء. لا يا سيدي، عندما تحدث انا حتى في لقاء سابق في مع صحفي جزائري قال نحن لدينا القوه فقلت له ونرسل رساله الى الليبيين، قلت له نحن الليبيين كليبيين نتعجب كل من يعني على حدودنا يقوم بتدريبات يقول لك نرسله في رسائل. لا، نحن قادرون على الدفاع عن انفسنا، لدينا قواتنا المسلحه رغم ان هي يعني ما هيش بالقوه ما نقدرش نقارنوها بنفس القوه لا الجزائر ولا مصر ولا اي دوله، لكن قادرون على الدفاع عن نفسنا. ولنا يعني في تجاربنا في حربنا على الارهاب لخير جليل، يعني ابهرنا العالم جميعا في كيفيه تعاملنا مع الارهاب وكيف حاربناه بامكانيات قليله جدا. السيد تبون وكيف ما قال استاذ رضوان واعتقد الدكتور محمد هو يمتع من ان الدور الجزائري قد تقلص، يعني لما تلاحظ في موضوع الازمه الليبيه اوكل يعني هذا الملف الى تونس ومصر والمغرب، يعني الجزائر تم ابعادها بشكل مقصود او غير مقصود في تدخلها في غير تحاول ان تعود وتفرض سطوتها على الملف الليبي بكون ان هي قوه اقليميه. طيب، وقادره على ان تاثر في الملف الليبي. طيب لماذا لا تنخرط ولماذا لا تتكيف مع هذا الموقف المنسجم لدول الجوار الليبي؟ لماذا ترى الجزائر او الموقف الرسمي الجزائري حتى اكون دقيقا ان يكون مخالفا لهذا الاتجاه المصري والتونسي والمغربي؟ هو شوف استاذ طاهر، هي في البدايه كان يعني الجزائر تنسجم يعني مع جاراتها اولا ثم تنسجم مع مواقفها. يعني لا ننسى ان هناك مشاكل بين الجزائر والمغرب، مشاكل تاريخيه بين الجزائر ومصر، فلا اعتقد بان الجزائر تنسجم يعني مواقفها يعني مش هينسجم مع مواقف الامه العربيه ومواقف الدول الجوار كون ان هي اصلا لديها مشاكل مع جاراتها. يعني جيد، انا طيب شيء مش مخفي استاذ طاهر. واضح، ابقى معي احمد المهدوي. نعود الى مدينه بنغازي ايضا بصوت وصوره مع الدكتور محمد المصباحي رئيس مركز تمكين للدراسات. هل ان جزء من هذا الكلام هو مرسل الى الداخل الجزائري سيد محمد؟ لانه حتى نفهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في اطارها الاوسع علينا ان نفهم التركيبه السياسيه الداخليه للجزائر والتعقيد الجزائري، واعني هنا وجود اطياف سياسيه محسوبه على الاسلام السياسي، وهي لديها موقف طبعا من القوات المسلحه العربيه الليبيه ولديها موقف من هذا الاتفاق الليبي، فبالتالي وكأن الرئيس عبد المجيد تبون يريد أن يحافظ على الاتزان الداخلي للجزائر وأن يكون متحفظا جدا فيما يتعلق بأي موقف تتبناه الرئاسة الجزائرية تجاه ليبيا. نعم، أولا أرحب بالأستاذ أحمد المهدوي، وأعتقد أننا محتاجين أن نستوعب هذه النقطة بشكل اساسي ومهم جدا، وشكرا على سؤالك استاذ طه، لانها اعتقد ان هذه محور اساس التوجه السياسي للاخوه في الجزائر. اعتقد ان فتره الحكم الطويله التي بقاها المغفور له بعون الله السيد بوتفليقه رئيس الجمهوريه الجزائري السابق فتره طويله وهو قاعد على كرسي ويدير وتدار البلاد، اعتقد ان هذه الفتره كانت لصعوبه اختيار رئيس في ذلك الوقت ولصعوبة إجراءاته، وبالتالي تمكن طيف معين من 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 الجزائريين بأصحاب الأيديولوجيات المعينة ودخلوا إلى مفاصل السلطة والقرار في الجزائر، وأصبح من الصعب جدا الآن التخلص منهم إلا بموازاة وبالمساواة في 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 موضوع اتخاذ والتوازن في موضوع القرار الجزائري. أعتقد أن هذا من حقهم، ومن حقهم أيضا أن يراعوا مصالحهم، لكن أيضا ليس من حقهم أن تتكالب مصالحهم على مصالح الشعب الليبي عامة، والتي هي بالضرر الأول والأخير تضر بالشعبين الليبي والجزائري وهو شعب واحد. طيب، وأعتقد أيضا أن ما أشار إليه الأستاذ أحمد في موضوع يعني إبعاد الجزائر على هذا الدور، أعتقد وشرنا لها في أكثر من لقاء في أكثر من قناة ومن فيها قنوات جزائرية. أعتقد أن الموضوع الجزائري وهي يعني الجزائر لا تريد كانت الانخراط بشكل واضح في حل المشكل الليبي بقدر ما تبعد في هذه المسافه لظروفها الداخليه. الان هذا الدخول المفاجئ وبهذا القرار وبهذا الشكل
الدولة الوحيدة التي تعلن على أن هذا الموقف هو موقف الصحيح بالنسبة لها. وأعتقد أن حتى محاولة السيد الرئيس، وهذا رئيس الذي يتكلم، يشير إلى البرلمان بمسمى مؤتمر وطني أو حاجة كذا، وهو يعرف جيدا المسميات ويجيد أيضا قال المجلس الوطني، قال المجلس الوطني، المجلس الوطني، وهو يجيد المفردات. وأعتقد أنه هو أراد التقليل من أهمية كلمة البرلمان حتى لا تصبح الشرعية الأساسية وهي شرعية البرلمان، وبالتالي هو يعني طيب ابقى معي دكتور محمد، أنا أحيل ذات النقطة اللي طرحتها لحضرتك للسيد رضوان الفتوري، لأنه نريد أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الآراء بشأنها. شو رأيك في هذه النقطة سيد رضوان؟ وأيضا أنا أضيف لك والسادة المشاهدين أيضا والضيوف الكرام تصريح للرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق يقول أن الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا ومصر، فمثل هذا النموذج لا يزعجني لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها. وكان الرجل يحاول الحفاظ على الجبهة الداخلية، يحاول الحفاظ على الاستقرار الداخلي، لأنه تعرف التعقيد الجزائري وتعرف الهيستوري الجزائري في آخر يعني 20 إلى 25 سنة ووجود الإسلاميين والتحركات والعلاقة مع العسكر، فبالتالي مسألة معقدة جدا. نعم نعم بالتأكيد استاذ، يعني واضح جدا أن الظلاميين أحكموا قبضتهم على القرار الجزائري. وهنا أستغرب يعني الشعب الجزائري كيف له هذا الصبر على تحملهم لسنوات وسنوات. عموما هذا التصريح أو غيره ليس مستغرب عن الرئيس تبون بحكم أنه يكاد يكون الناطق الرسمي باسمهم وليس فقط رئيس، لانه لم يراعي باقي شرائح الداخل الجزائري. إذن استاذي، الجزائر من اكثر الدول التي هي حريصة على عدم استقرار ليبيا لعدة أسباب، قد يكون أهمها أنها استولت على مساحة شاسعة من الجنوب الغربي في ليبيا، قد يكون أنها مستفيدة من عمليات التهريب، وأيضا من الذي استوعب بالحاج وغيره، ورأينا زياراته عندما كان في طرابلس، زياراته المكوكية للجزائر. واضح أن هناك توأمة بين الظلاميين الآن الذين بالمناسبة طرابلس الآن على وشك إعلان الإمارة، وكل سنة وانت طيب يا بابا. طيب. على وشك، على وشك. لماذا؟ أنت لما تشوف السعدي، لما تشوف الحاج، لما تشوف الإفراج عن الظلاميين، مجلس شورى درنا وبنغازي، الشورى مجلس السياح درنا وبنغازي، لما تشوف الإفراج عن كتيبة ثوار عمليات ليبيا، إذن واضح أن في تهيئة جديدة وأيضا دبيبة. هل أنه جزء من هذا الموقف؟ طيب ابقى طيب الأخيرة دبيبة تنحرق ليبيا عن بكرة أبيها في سبيل أن يبقى في كرسي. طيب إلى أحمد المهدوي عبر الهاتف من مدينة بنغازي، هل أنه جزء من المسؤولية يقع على عاتق من أنجز الاتفاق الليبي الليبي، لأنهم أهملوا بطريقة أو بأخرى بشكل أو بآخر دولة جارة لنا معها حدود اسمها الجزائر؟ شوف استطاع، هو بالنسبة للاتفاق الليبي ليبي يعني كنا جميعا عولنا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبي ليبي، فلا أعتقد بأن يعني لا الجزائر ولا حتى تونس ولا مصر سيكون لها يعني دخل في الاتفاق الليبي ليبي. لكن وكيف ما شاء لا بس لا بس المسألة مختلفة لو تسمح لي. تسمح لي سيد أحمد، لو تسمح لي سيد أحمد، لا في جزء من الترتيبات، في جزء من الترتيبات تمت برعاية مصرية، لا أريد أن أقول بإشراف مصري أو بتدخل مصري، ولكن كان في حاضنة مصرية للأمر، كان في حاضنة تونسية، كان في شغل تعمل فيه المغرب عن طريق مجلسي النواب والدولة. ليش هذا الأمر ما تمش مع الجزائر؟ بالنسبة للجزائر استطاع، حتى أشار الدكتور محمد المصباحي إليها، عرفت، هو فعلا الجزائر
كانت واخده موقف، ما قلت لك من ايام فايز السراج وهي واقفه واخده موقف يعني مغاير لكل المواقف اللي حدثت. يعني الجزائر ارادت ان تصبح ان هي مغايره للجميع، لا تريد ان تكون طرف. إيه يعني هو فتحي بشاغه يروح لمصر، يروح لمصر اللي في لحظه من اللحظات كان يعتبر فيها عدو وما يروحش للجزائر؟ هذه نقطه يعني تستوجب الفهم لانها تثير الاستغراب بصراحه. ربما يعني كان على السيد فتحي بشاغه ان يعني يتجول في مناطق يعني او مدن او دول الجوار جميعها، وكيف ما قلت انت يعني نحن اهميه هذه الدول هي في مكافحه الارهاب، تبادل المعلومات. يعني كل يعلم بان الارهاب اللي موجود الان في ليبيا جل مصدر لنا من الجزائر. يعني يتبجش علينا السيد تبون بان قوه عظمى هو مش قادر يضبط حدوده لتنقل ودخول وخروج الارهابيين من والى الجزائر. لكن كيف ما قلت ان الجزائر في فتره سابقه حتى قبل اتفاقات بوزنيقه حاولت ان تلعب دور بتبنيها لمؤتمر يجمع الفرقاء الليبيين، واعتقد بان هذا المؤتمر فشل. حتى المؤتمر اللي دعت له الجزائر اللي هو وزراء خارجيه دول جوار ليبيا واخرجت بمخرجات لم يتم تطبيقها استطال، لان الكل يعلم بان الجزائر ما هي جاده في ادارتها او في تدخلها في الملف الليبي. فاعتقدش ان الجزائر رغبه اساسيه اصلا ان هي كلها دور ينهي الصراع في ليبيا. وانا نقول لك الموقف اللي اتخذ تبون جاء بعد زياره السيد دبيبه، ولا نعلم ما قدم دبيبه لتبون حتى يعني يخرج ويصرح مثل هذه التصريحات. وانت تعلم بان حوض غدامس النفطي يعني شيء مغري، قد يكون السيد دبيبه اعطى تنازلات للجزائر فيما يخص هذا الحوض، الله اعلم. يعني لا هي الجزائر دوله نفطيه، فبالتالي يعني لا اعتقد ان هذه النقطه قد تمثل يعني نقطه جوهريه في مساله تقريب وجهات النظر او تبني الجزائر لموقف داعم لعبد الحميد الدبيبه. ولكن انا في ذات النقطه احيلها الى دكتور محمد المصباحي، وهي نفس النقطه اللي كنا نتناقش فيها مع السيد احمد المهدوي دكتور محمد، وهي انه هل جزء من المشكله اليوم أو هذه الإشكالية تقع على عاتق حكومة بشاغة أو أولئك الذين تبنوا بشكل رئيسي إنجاز الاتفاق الليبي الليبي؟ لأنهم يعني في لحظة من اللحظات تربطهم علاقة جيدة مع مصر مع تونس، ولكن لا تربطهم علاقة جيدة مع الجزائر. وأنا بصراحة أنا يعني لكي يكون الإنسان محق في كذا، أنا أتفق معك تماما استطاعها في أن على 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 حكومة التي صدرت عن البرلمان أن تكون حكومة لها قدرة، سواء كانت هي أو من أو البرلمان أو الذين معها بشكل آخر. ونحن مع الاتفاق الليبي، يعني صراحة نحن نؤيد الآن في حكومة السيد بشاغة، لأنها حكومة أنتجها البرلمان الليبي الذي هو نفسه الذي اعتمد حكومة كذا، وطمنا على موضوع الانتخابات بشكل آخر. أنا أعتقد أن كان مفترض يفترض، واعتقد ان بعد شهرين تقريبا وزياده تصريحات السيد الرئيس عبد العزيز تبون جاءت بعد ذلك، بعد ان استغل هذا الفراغ السيد عبد الحميد الدبيبه في عدم التواصل مع الجزائر او تطمينه الجزائر باعتبارها دوله جاره وشريك في هذه العمليه. اعتقد ان نحن لا ننسى ان نحن تحت طائله البند السابع وتحت طائله الهيمنه الدوليه علينا، وبالتالي اي قرار محلي سيواجه بقوة من جميع الأطراف المتداخلة والتي لها مصلحة في استمرار العبث في ليبيا. وبالتالي نحن لكي ننجح في 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 في, في لمة وطننا وفي لمة جلوسنا، وهذا ما كان يدعو له السيد الرئيس عبد العزيز تبون، إن كان في إيجابيات كثيرة في كلامه في السابق، أن الليبيين يجلسوا على طاولة واحدة، والليبيين لن تحل مشاكلهم متحدة، والليبيين لن تحل مشاكلهم أي قرارات دموية، ونحن نريد تجنيب الدم الليبي. نحن الان ما يدعونا، وانا ادعو ان حكومه السيد بشاغه الى التواصل مع الجزائر والبرلمان التواصل مع الجزائر وتوضيح لهم الفكره وتوضيح لهم المبتغى واليه اختيار الحكومه، ومش عيب ولا 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 يضر في ذلك شيء. واعتقد اننا نحن محتاجين ذلك. هذه الحكومه التي يتراسها السيد فتحي السيد عبد الحميد البيبه الان يمارس باقصى انواع الانهاء لكل الاجهزه الامنيه والعسكريه، لما يقطع مرتبات على القوات المسلحه، لما يقطع مرتبات على جهاز الامن الداخلي، لما يمنع المدد على الشرطه في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب. اعتقد ان هذا الموضوع كله
يستهدف منها تقوية شوكة الإرهاب في ليبيا، إنهاء دور المؤسسة العسكرية، إنهاء دور الأمن الداخلي الذي يناط به حقيقة دور مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة السياسية بشكل أو آخر، وهي الجريمة التي تتضرر منها الجزائر. نعم. وتتضرر منها شكرا لك. وتونس أو المتضررين بعد الليبيين. وأعتقد أن أنا أدعو من خلال منبركم إلى استضاح الموقف الجزائري ومشاهدة السياسة وتوضيح، وأعتقد أن محتاجين أن يتم التواصل مع الجزائر. شكرا لكم جميعا. عودة لكلام حضرتك السابق وهو أن قد تكون السيد عبد العزيز تبين يعاود أو يتكلم بناء على ما وصله إليه السيد عبد الحميد التبين. شكرا لكم جميعا، شرفتونا ونورتونا. دكتور محمد المصباحي رئيس مركز تمكين للدراسات كنت معنا من مدينة بنغازي، الأستاذ رضوان الفتوري ضيفنا الدائم وصديقنا العزيز الباحث السياسي كان معنا بالصوت والصورة أيضا من العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك السيد أحمد المهدوي الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ الجامعي كان معنا كذلك عبر الخط الهاتفي من مدينة بنغازي. وصلنا لختام حلقة اليوم مشاهدينا الكرام التي تحدثنا فيها عن التصريحات التي يدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التصريحات التي أطلق من خلالها موقفا رسميا جزائريا داعما لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على حساب الحكومة الليبية برئاسة فتحي بشاغة، والحديث أيضا عن الانتخابات البرلمانية وليس انتخابات رئاسية. كل هذه المواقف وكل هذه التصريحات التي أطلقها عبد المجيد تبون عرضناها بالتحليل المفصل في حلقة اليوم. شكرا لكل الضيوف وشكرا لكم أنتم السادة المشاهدين، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. Thank you.